تتحمم مره بيضة والله حتى انت وكيف يمسكون الاشياء ودي تسوي كذا بس اشياء يمسكونه والله يخسر عندي عندي هنا ما ندخل اقول لك هذا منها تعال هذا البنك الروس في الفندق شوف قالوا فيه هذا يا حبيبي لا انت يا ربي انت المجيب بغيت يوم واحد اتوفق فيه ويجي وقت مناسب اني اروح الله ما كتب الله ما كتب ما اعرف احس بندرش تنتظر تمام خلاص ابشر نظرة اللي كذا اخلاقه قافلة سم طال عمرك صاير يزبد العماني اوه تعال لا الا بندر خربان هذه عندكم عمان كذا تزبدون؟ وش يا اله الا الله والله ما اعرف حس تحسسوني اني انا تيم المريخ بس تبغى صدق بالله ايش تقول دحين انت تعب السكر زياده انت تقول حرف الشيم ولا السين بس ابيك تصب لي هذه كوبين واحد لواحد ذا لا 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 صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي عزوز ترى هذا ما جايب كميات طيب انت شارب انت لا تبغى سكر هنا يا بندر لا خلاص ماشي عادي انا ما احب القهوه انا لا هذا بيقول عبد المجيد ترى كاسه واحده هبلي طعامه بس والله هبله بس طيبه انا شاهي تصب لك يعني زياده تبغى المندل سلام عليكم اسمع منيف كندا از نيد كافي منيف منيف الفوزان ما شرب ترى كل ما جاء واحد منيف كندا فوزان هو الان باقي اخر دفعه اخر دفعه صالح الزهري كرك هذا قبل سلام منيف كندا منيف غنمة كندا شايف انا اوكي تعال هذا اول واحد تكلم اصبر تعال اتكلم قبل اصبر تعال قبل شيء كلمت توي دقيته تعال اسمع هذا على من؟ اسمع هذا طبعا عماني نفس جنسيتك انت كندي صح؟ هذا كلكم برا السعوديه فهمت كيف؟ كلكم برا السعودية كلكم مجانين كلكم مجانين What is your name؟ ما نام الخليجي لواحد ايش شاكو يابا شاكو هذا طال عمرك جاي من المحلات من الريخ المحلات وانا قهوة تقولون جاي من محل ثاني وذوق هذا وذوق وانا بجيب واحدة واتحدى ازو ايوه انا سويتها بس نسويها شوي هذيك ما تعجبك ابي زيك شوي والله يا طبيعي بجيب شيء والله يجازح شباب جلسوا شباب يا الله لا يدخلونه يا رب قهوه والله انك فضيحه قهوه كوتي وين مجيدو صالح الزهيري ترى انقمت مجيدو حبيبي خلطت كبدي مجيدو صالح الزهيري كرك مجيدو يا جماعه واحده صوت وش رايك انا انتظرك في مكان هناك طيب بس خلني اخلص الاوردر هذا المجلس يتعذرني اي الله يرحمك والله بتسوي لنا قهوه انت زين انا ودي اطلب منك قهوه بس مستحملك شوف هذا تاسع كوب اسويها اليوم فالتاسع هذا الله يبارك فيه نصه لك نصه لي ونصه لخالد ونصه نصه لك نصه لك ونصه للطويل لا ما بيش انا اشرب انت نصه لا نصه لي ليش تشرب وانا برضو عشان انا بس بجربها عشان ما ازعجك يعني انا ما عدب ليش صدق يا عمر جتني فتره بحياتي ادمان مجيدة اسمه قهوه بس الحمد لله خرجت نفسي ما هو بزين قهوه سوداء امريكيه اعترف والله ما اعرف شيء حتى شاي جرس متى اول مره شربت قهوه انت ايش تخصص قهوه فارس شفت اول مره فارس اقدر اشوفه جمدار موجود ما تسمو رحت بشا اي والله والله كذا الواحد اكرمكم والله مجلس نعم والله منورك طلعت الدنيا ما شاء الله يا رب يا رب يا رب ابو كاتب خش يا رجل خلي استانس توي مو عندي مجيد ابو كاتب يا ولد انا قلت والله اني اقول لي اقول لي وين يجي دق علينا انت يا حمود طيب بشرني كيف الله تمام كل شيء تمام الحمد لله هذا مسكين لا مقفوق وجه خيوط اركب عندي على فوق بعدين نزل بالقاع كان هابور بعدين الحين ما حد درى عنه زمان شو الله يجزيك والله زمان بالضبط منيف بلاش اذا جبتك القهوه قل لي اذا ما جبتك تجمل انا زبد لك تعرفني مجيد ثري والله ما خبرتك تزبد لي اذا شيء طاري عقب الغنم اذا عقب الغنم عن شيء ثاني هاي بأنت الكريم اوه بالله عليك شوف
انا وعبد المجيد تخصص قهوه نعترف في هذا الموضوع وانت هذا صراحه تخصص كرك صراحه شهاده عمر بالنسبه لي تعني لي شيء كثير لا فعلا بس مشوار ذي بس تطلع انت تدري من اول انهم البدو يحمسون ثم يدقون ثم يطبخون الى الحين الى الان ف الحين انا حمس القاوم بدي اطحن بس اتكلم عن ذي انها قليله هم طبعا هم عندهم النظام انه فردي فردي هناك فكل واحد زين قهوته بنفسه وزجاه مع العجوز طبيعته السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم السلام عليكم ابو نوال السلام عليكم السلام عليكم اسالك بالله كيف بالله عليك فاتك فاتكم كثير لا الله يبشركم مجيدو كل يوم في جلسه زي كذا قهوه بس عنه تصير هذه طاوله المفرسك الامريكيه وطايره هذه تكفى صب لك صب لك ايش هذا تبي يقول لا لا عط عط بقي في شيء بسم الله ما شربته ايش هذا ليه هذه حقت ليش ما شربتها يا قلبي ليش بالله اني طالبك اني طالبك منيف كل اعطيتك اعطيتك ابي دفتري دفتري انا دفتري انا وينه تدري انه في معلومات مهمه ومبادرات ادري امشي ادور انا لك الحين لا لا والله قهوه بالراس والله اقسم بيت لا بالراس الله يبشر حط سكر طيب سالت هذا اللي يشتغلون هنا لا والله بالراس والله سكر فعلا. يمكن موظفين شيء بالليل مش. ها يلا قمشي الاغراض كم دور انا ايش استانست انت الحين؟ والله انا قاعد قاعد الحركه هذه غير مستعد سامري يا لا 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 يا ولد يا ولد يا ولد قهوته باشا كاتم جاي اللهم اكتب ما شاء الله يجي الله يحييه نقهويها الحين على هالطاوله يبينا نشب لها النار نشب لها النار شوف القهويه مجيده هذا ماخذه من الغرفه صح؟ قدت من كرتون يس لان انت ما شاء الله انت اخوك ذليتوني مره على الكرتون لا لانه كان في حجام وانت بتراه لا لازم جديده كان في حذاء وانت بتراه اي بس اني نظفته ورتبته عشان كذا بس حبيت انبك ما ادلك الله تامر على الدرج واللي راعي الدرج ورقبه راعي الدرج والله انك ما قصرت شيء ما شيء بس صديق وينك تعال بيك تعال 11 تعال بيك تو تونا ليله طويله انت 10 الحين ترى بتجي لعبه قادحه من الاداره اي والله لعبه حلوه بتموتون ضحك تموتون ضحك باشا بعد والكل بيشاء انا قلت لكم انا وفوزان تشمل فوزان يلا تم جاكيت تشمل جاكيت تشمل كنت اسوي قهوه لا في قهوه اليوم هذه باخذها منكم لعبه قاعد حتعشر الحين ولا وقت كلام اليوم لا لا تشهي انا وقت كلام اليوم اللي كنت تخصيصك الله يسعدك يلا مشان خالد العيميس مجيد يا كتيميس اما اربع سخ خمسة وشو نصاب بس هي تفتيشي والله وشو كل اسمع مجيد لا وانت بيت وانت بيت تحط اغراض بحطه داخلي إيه؟ بس اني هذا بحطه هنا سهرون كل ما ذكرتك السلام عليكم سالم ابيك سالم قاعد ابو علم حطي بظهري تعال بيك ابشر الدجاج انا ما ودي تشوفني امي كذا ما ودي امي تشوفني كذا امك زعلي بعصاي بالله اسمع جيب لي جيب لي عصاي بالجلسه رجلي يا بس بالله عليك بسم الله والله جد 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 لا 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 اسمع 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 سالم سالم محمد جيبها جيبها معي انت تدري اسمع اسمع ابي امي تشوفني كذا اي اي خلاص جيبها جيبها تبيني ما هي من السرير ومن قبل السرير ها؟ السلام عليكم الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم هلا ابو نوال وعليكم السلام هلا
هلا ابو نايف رجال. شلونك عساك طيب؟ والله بخير الحمد لله يا رب لك الحمد. شلون العيال كلهم طيبين؟ والله صوتك واطي شوي ابو نايف. شلون العيال كلهم طيبين؟ والله الحمد لله بخير كلهم. طيب بس انا ايش؟ شلونك انت؟ والله انا ابشرك انا بخير ونعمه ويشهد الله علي يشهد الله علي اذا سمعت اصواتكم او تقصيت الاخبار وعرفت انكم بخير والله العظيم اني انا اكون بخير والله تلقائيا. يا بعد قلبي يا ابو نايف ترى عندي سامي بيك ترى بندر ولافي وخادمه موجودين عندي حقين الصراحه. وينه بنه وينه؟ نايمين خبر دوامات. صاد زنت لا والله والله انا من كيسك هالسالفه. والله العظيم يا ابو نايف. هلا ابو نايف. هلا والله سامي. شلونك؟ والله ابشرك الحمد لله. بشرني عنك. هلا؟ اقول بشرنا عنك. يا بعد روحي والله انا بخير ابشرك الحمد لله. اشتقنا لك والله. يا حبيبي الله يسعدك يا رب ما يوحشك غالي وان شاء الله اجي حبيبي. وان شاء الله اجيكم كذا وانا رافع راسكم ان شاء الله رافع راسي قبل. ابوسك وصيه ابو نايف تكفى. قول ها. لا ترجع لين تبيض وجهي هنا. يا بعد روحي يا بعد ان شاء الله باذن الله. بسالك طيب سامي شلون بنو شلون لافي؟ والله كلهم بخير يسلمون عليك. والعيال ابو حاتم وهبي عدنان الحين بنعطيك اياهم. يلا بسرعه بس لان في ثلاث دقائق يقطعون علي الخط ترى. شلون ابو نايف عساك مرتاح كيفك؟ والله ابشرك يا العصام. عساك مرتاح الصوت كيفك؟ يا حبيبي والله الله يسعدك. يا حبيبي والله الف مبروك وصول الهابور كان والله ودي انك ترتيبهم اكثر من 50% لكن عوافي. يلا الحمد لله. يسلمون عليك سلام كثير. الله يسلمهم جميعا. انا اخاف يقطعون علي الخط بس انا لا 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 باقي ما عليك باقي دقيقه وثمان ثواني هذا العيال. طيب انا بوصيكم. الحمد لله ابشرك. شوف شوف بسرعه بسرعه عشان انا عشان ما ينقطع علي الخط. اسمعوا مني عشان ما ينقطع مني الخط يا شباب هذه وصيتي لكم تكفون انا طالبكم كونوا بخير بنوا انتبه على دراستك لفلف انتبه على نفسك كلكم انتبهوا على انفسكم والله العظيم اني احبكم حب كبير حافظوا على صلواتكم حافظوا على صلواتكم انتبهوا على دراستكم وهبي عدنان ابو حاتم ما ابغى انسى احد عصام الكل الكل دحوم سلموا لي على دحوم كثير امسك امسك عدنان شلونك؟ الحمد لله عدنان اخبارك؟ الحمد لله عدنان ما بقى شيء على الوقت سلموا لي على دحوم بعد الدندان يا اخبارك؟ الحمد لله سلموا لي على دحوم سلموا لي على ابو خالد سلموا لي عليهم كلهم زي ما وصيتكم الصلاة ثم الدراسة تكفون حمود شلونك؟ ابشر ابشر من عيوني وصل البنو ينتبه على دراسته وصل اللافي ينتبه على نفسه الو؟ قوم تعال ليش؟ قوم تعال الو؟ يمكن في خطا شيء لا خلاص يا قهر والله ناويك بكلام والله ناويك يا راضي بكلام اسقطتني وش محمد ناضج معلش معلش مبروك يا عمور تمنيت انك اعطيتهم 50% 60% مو 30 ما يصلح لك ما يصلح مشاوي تعال تعال اطلع اطلع 10 تريل بس ما بعنا بالكوم غير اليوم 10 تريل ما بعنا بالكوم غير اليوم اقرط اقرط وجيك لا انا ما متابعه توكل على الله لا تدخل لا تدخل لا تدخل اصلا القاضي مفاتن والله موضوع المتابع مش من هو شو بعد من المتابع يا مساعد شو مسوي بسمن نقاش روح روح طقت انا بسام كن بس كن مساعد زي ما ومساعد ما في شيء ما في شيء هو مسوي زي ما قلب هذاك عاد ما يدير شيء على الدرون منو؟ ايش في؟ ايش في فاهم غلط ذا التسويق ولا ايش؟
بس خلت كلمة كلنا كنا بصفك وانت رجال انت تستاهل بس سام كان بصفك ولكنه بدا يجد بعض الكلام اكيد يعني قام يزن لي انا اذا كان عندي كلام اقولها بوجه الرجل ما اقولها ذكر يوم وراك ما صحيح اقولك شيء ما صحيح انت لو قلت كلام بوجهي فرشتك طيب خلها فرش الحين سجاده على غصله يا يلا اسلم وين قلت له الكلام هذا فارس قلت لنا اياه في الساحه هنا ايوه حلو عند البنك مدام انك بتحل المشكلة تقولها كذا قدام العالم اجل اقولها وين لازم تتعذر منه قدام العالم ما تعذر منه قدام العالم بقول لك شيء بقول صل على النبي صل على النبي لا تقطعني خلي واحد يتكلم اصبر تكلم الاولى اني ما قلت الشيء هذه الثانية اني اخذت منك موقف يا مساعد لانك صدقت اي كلام يجيك وما قلت ما مسكتني يا بسام انت قلت كذا كذا هذه حاجات ثانيه وانت عارفني اني ما اتكلم فيك وعارف اني انك زي كذا طيب حلو اخوي وش ذا وش ذا دقيقه ساعه تفضل زي كذا الحين انا تدري ليش جبتهم عشان ما انفع لو فقع وجهك هذا وجهك اسمع وثاني شيء يا الدر تايكر ايش اسمه ايش اسمه طال عمرك ما ايش اسمه اجين يا اخي انت بتمسخرون اسفين والله اسفين الدر تايكر والله احنا الغلطه هو مشترك معنا وثاني شيء هل توقع من البلبل ذا ولا البلبل ذا ولا البلبل ذا يكذب يعني انا ايش قلت لفارس ايش حبيب ايش حبيب الكل انا فارس حبيب الكل توقع اكذب يعني بكذب عليك واكذب بس اي والله طيب هذه كذا مساعد سؤال واحد والله انا مساعد يا اخي صريح اعطيناك الجواب خلاص اللي بعد هل تتوقع من بسام انه يكذب ايه ابليس يكذب انت ما تكذب اه ابليس اللي مثلك وشروك لكن انا ما شروك الطيب يا طب سلام اللي مثلك وشروك انا ما لك حاجه بس علمتك انا لك كان عندي كلام اعطيها بوجه الرجل ما اروح بس 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 حد اعصابك يا ولد عمي حد اعصابك انا ما ادري كل دقيقه كل دقيقه توقف تسولف يا حماد سوي لي فيها عنك بدون تداخل بس ما اعرف خليك تداخل يا عبد العزيز بالله يا خالد انا اتكلم مع رجال موضوع صح بس يعني ما ادري وش وضعه جاينا الحين ما حتى برر لي ولا شيء حاول خلاص بدون تداخل يا تداخل اذا بتداخلون ما نقدر نسمع والله العظيم كذا نشوف بصراحه كنا ناويين بصراحه نقول لك وش قال عنك زياده بس ما دام تصير مشاكل من نسكت لا فقع وجهه يمكن ما امسكنا لا قل وش اللي انا قلت شوف انا مش الكلام ذا بصوري ولا غاسل يدي تسمح لي اقول الكلام اللي صار يوم لا ظل الا ظله يا عبد المجيد انت وفارس دقيقة بس فاصل يوم لا ظل الا ظل طب خلينا نتكلم يا اخي والله العظيم اني اعطيتك مجال قلت لك تكلم الين غلقت بعدين جاء طيب اصبر بقول لك شيء بس بسامي حق لك تمام الحق انك تقول فارس يكذب عبد المجيد يكذب خالد يكذب منيف ما يكذب يوم احنا واقفين عند البنك مو بصح بسام سب مساعد يوم اني كنت بالمستشفى ايش ما له داعي تقول الحين ما له داعي ها يقول ما له داعي خير بس هو قال له مجيد خلها اوه بعد انت معهم طيب ما ليه انت ما شفته انا توقعت انك شفته يا مساعد كان بالمستشفى يا حاج اوكي طيب بالمستشفى اي مستشفى ما ضبط الموقف صح طيب بس ما ضبط شفت يا مساعد احنا بقول لك شيء شفت ما سمعت يا مساعد يا اخي بسام مساعد دي هو تدري ليش تكلم صراحه انه ما تسالني صدق لو قال صدق يدري اني فقعت وجهك بس يا ولد عمي والله ما عندك الا تفكير هو بخوش ايش يا ولد عمي حماد ايش تقول يا ولد عمي امسح وجهك خلاص يقول انت بس سامع قلت انت بتخاف هذا ابتسم بوجهك اقعد يا قلبي يلا ارمي العصب على راسك طب بقول شيء عصبتي هذا بقول شيء خلاص بقول شيء لو سمحت اقعد حلو والله بصراحه دقيقه بالله عبد المجيد خليني اقول لهم شيء ما تسمعني يا مناديك ما سمعتك ترى مو ضروري الحين تداخل الاصوات هذا مشكله الشيء الثاني انا ما ودي اكمل الكلام اللي قلته عن مساعد حلو والله بس ولد عمي بس لا لا ابو حماد شوف مالك هيبه ما حد يمسكك لا 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 ل
امس المقلب امس المقلب تعال 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 بس بس يا ولد بس يا ولد لا 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 بس يا ولد بس يا ولد خلينا تداخل خلينا اقول له شيء لا 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 والله رجع بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بس 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 عبد المجيد عبد المجيد ما ما قال ما قال ما ادري حمص طبور خلط خلط كان ما في منيف وش قال عند منير حاجز من اول يوم ليش تعطي صالح الزهري انا فايت والله بنا هذا بمناك يا ابو محمد بعد احد بناش اعطوني سلطه ها كل اثنين ما مدى توك فتحت الحين اول اثنين يطلبون تو يقول لي في حمص الله يهدي وحاجز انا يا محمد ها منير منير الله يهديك قايل لك احجز لنا لان اذكرني يخلص انت يا محمد في واحد تبغى شو اسمه منير انا بدي حط لي حط لي ضروري ضروري يا ولد انا حاجز من قبل يا بعد راسي يا محمد اثنين اثنين ها اثنين انا معك لا ما هو معي لا تطيق والله اخذ طرق يا كبر فتنة وشد من القط منيف انتبه يمكن منيف كتبت قصيدة تحداك تقول منها مزبونة يمكنها مزحة وتصيب والله طرق منين حلوة يقول لك اسمع 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 بسمع منيف يقول لك البارحه وان الصوت مبحوح هزتني الصوره يا ولدي اسامه يا حصرتي وين اجي وين اروح جوي وين بروح وين اجي وين بروح وين اجي اسكت وين اجي وين بروح جوي تعكر وغطت الغمامه 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 يا اخو يا ابوك شفت تبري كل مصلوح وكل مجروح ويزول عمه يرتاح الملعب كيف بالله القصيده؟ تحضر كيف القصيده؟ يرحمني امك لا تشنشن بعد ايش؟ لا يكون بعد هذا بيخلص صار المدير اي واجه غيره ارجع هات اربعه ها هذا المدير يلا اربعه كور يلا يلا عطني الامر يلا مجيد هلا والله عماد لا لا اي اربعه اربعه هات اربعه طلع نصاص ها ودك وين اللبس وين اللبس كيف كانت الحسيه زمان تغير انت بالايباد ها محمد دايت انا هات الارض صحن لا تعزمه لا تعزمه لا ما عاد شفت فوق هذا الحين يا مشاوير ويا اوكل اوس 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 امسك يا طيب ترى بصير وصف سابع جار في البيوت مو في الصحون لا ما اشوفه من قريب اشوفه ما ادري حبيبي ابي توت اسود اعطي توت ابيض والله والله انت بدر من عشاوي اذا ما ننسى جليل التسويقيه الكشخه هذيك هذاك يوم الافتتاح عجيب واحد عجيب يا حول ايش تطلبون؟ والله تبون شيء؟ الله يسامحك اي وقت تبونه؟ هم وظفوني من هم؟ اعطوني وظيفة هو وظفوني والله اي والله ايش ايش تطلبون؟ يا منير اول شيء مطعم من اي اول بلا مطعم بلا جيب لي حمص 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 في عندك حمص؟ ما بتشتغل انت؟ هذا اول من طلب هذا اول من طلب مالك لوا في حمص حمص واحد كذا حد حيز طيب يا طيب في سلطه طيب ماشي عندكم حمص شوف شوف متبل اي شيء طحينه اي انا قاعد الرابع حيل قاعد متبل اللي ما بعد وصل طلبهم يجيبون السدر الهنقر نعتذر منك بس ما في حمص حبيبي ناس انت ضرك في متبل بندر علي وين ما ادري حباتك خمسه هذا ايش حمص ولا يلا ركع كل والله
الله يطلع بيسك يا مساعد. والله يا مساعد ما يبي له شيء ابد. في مسابقه كذا مسابقه من مسابقه ربي انت تنمعين كلها فهمتك إلهي نفسي تلغم نفسي تلغى ملام دايت له انت يا حبيبي دايت لو موقفنا هناك والله ما يجينا خبز خبز يا جميل قول طلب واحد قول طلب واحد طلبنا هذا ايش تبغى انت لك عيون من عيون سرع اللي يجيبك شيء ما نسيخ مشكل يا منير الحمد لله فاضي أربع القضايا ريال مينة راشد راشد روح راشد من دافع مينة كيف رابط ترى الخبز نزل نزل يجلك أيوة كذا تمام تعال شاركنا خالد خالد تعال شاركنا تعال شاركنا رجل يا عبد الرحمن خالد تعال شاركنا شاركنا ترى فجل هذا فجل صح فجل لا قم راح أظل فجل الجوة ترى في لعبة الحين يا خالد ها خالد خالد أبا تعال شاركنا ولك يسلم لا عادي عادي جيب دال ترى عادي اشربه اهم شيء اصلا كذا ايه احنا مني انت خليك من عند مني والله العظيم من لو ادري اني ما اتغدى اليوم بس يلا الله كريم ارزاق كفو كفو لا والله انت قولها والله عادي حلو يا بصار يا بصار اهب لي حنبص اهب لي حنبص الله عليك والله فصل الاسلاك يا ولد فصل الاسلاك استغفر هذا حال الدنيا وانا اخوك يوم الليك ويوم عليك يا رب علي ما بعد وصل الطلبه ياجله ولا يجيب الهنجر بسرعه في مسابقه على جوالك ها سريع يلا مسابقه على جوالك يلا 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 ها مسابقه من الحين ايه يا نتأجل ولا تجي مسافر إلى الهجرة اسمع حبيبي لا بهالطريق يمكن يلا 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 اسمع بعد ربع ساعه يعني ثلث ساعه ترى كنت اللي كنت بالحلم وفضحت بيه جنبي بسرير اوه اوه هذه لا لا هذه اللي في جده خلاص الله يعلم خلاص خلاص اسمع ترى عشق انا لك نقول لك كان بيحشش كني لامحك كني لامحك ترى الله لا يسامحك خلاص خلاص اقلب وجهك خلاص اقلب وجهك مجيد نفس الكلام ها نفس الكلام نفس الكلام تمون قلب وجهك اقول اغديك ماشي محترم حتى بشرب محترم سالم يا منير في فقره شوي بلا ترك شوي شوي يا رجل بس سفري سفري خلنا نرقد هان قربين قربين فقره من بالهنجر فقره المن صادق بالله منو؟ نجيب لها هذا ما راح نلعب في العالم والله انا ودي نتعشى هنا بس والله حرام يصير فيها فلوس يا اخي يصير فيها الواحد تعال اجيب كوب صب اسمعي تعال لا 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 اجيب لك اجيب لك كوب ايوه لان بنروح الهنقه خلاص من اجل يا رب لا والله ما يمدي نقعد بزاويه هناك لو نقعد بزاويه طيب يلا اه طاقه قدامك منير جيبوا لنا هناك ها لا صديق ما فيش
ليه؟ ما تجي بعد اللعبة؟ ترى بعد زين خلوه يقول لعبة. اللعبة توقع ما تعرف تجي يقول لعبة ما تلقى شيء. منير. لا لا واحد. منير. ولا خلص حق هذا الحين. اسكت هذا حبيبي قل 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 يا منير حبيبي منير نبي نروح نحضر اللعبه بعدين نجي للمشوي يعني شوف شوف بس احجز لنا يا منير خله محجوز لا عشان اي والله جا فرصه لعندنا ما دام لا ولد ترى عزاك ما بيحكم ما يكون مبروك ترى استاهل انا ما اقول لك قول لي نكته خليني اضحك ندير الاخر زي وجهك والله حلو راشد ندير يلا يا رب تفضل زابطت مين سابق الاداره اسقاط من الاداره متى في ثلاث جوائز كم جدك لا لا من تخيل العود الجواز من تخيل ها ايه ايه اقسم بالله لعبه حماسيه توضح كم شو الجواز ما هو رصيد لا 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 تخيل العود يلا يا عيال تكفون مين يقدمها؟ ها انا وبندر العلي يلا قو تعالوا يلا يلا يا جيجي يا ربي انت ودي ودي ها ايش تبي؟ ايش تبي؟ احس ان وجهك اللي قطي ايش تبي؟ اخر ايش تبي؟ تخيل اخي انا عمر هوشة اوووه على طول بعدها شيلة على طول كبر فارس هذا كذا يفتك كبس العيون ما اعرف له والله ما اعرف والله غلط أنا لسه بقلد سيقانك أنا بقلد لا والله ما فكرت أنا في القصيد نهائي عاد أنا أسأل واحد يقلدني سوي زي والله مشكلة إذا طحت بواحد أنت بالشبه كذا شوف 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 يا قلبي عمر عمر استغفر الله ترى تركي يا قلب العنا حركة ليش ما صليت صليت ايش والله يوجيهكم احسن كوميدي والله ما درت تسوي صليت قدامك والله ما صليت ها لما تكي هنا خلاص تكي هنا يا الربع عطلان اليوم ذا تحيب دهلي والله ما صار يشتغلون مع بعض اعطيتهم عين بالتوالي خله تدخل الجو راح خبر بيك ليك والتشغيل على التوازي والتوالي رحب يا جميل حق الفيزا صح؟ تدخل انت كذا انا بدخل وشو؟ خليني ارحب فيك انا يا سلام ابو خليك انت ابو خليك انت اشرح ورا ما اليوم ورا ما انشدت اليوم كذا يلا 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 خلينا نجي هنا جو شباب وش هي؟ الليل هابت هبوب يلا 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 ها بسام اسرع اسرع يلا 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 بدون مقاطعات تزبط الامور سبيكر يا كنترول سبيكر يا كنترول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم كل خير اليوم جايبين لكم لعبه جميله لطيفه خفيفه فيها تغيير جو وضحك وفيها جوائز أول شيء أبيكم كلكم بحماس وصوت عالي ترحبون بزميلي المقدم بندر العلي الليلة حماسية يا بندر في مسابقات واجد وفقرات جدا مليئة بالحماس شوف يا شباب أول شيء الله يسعد مساكم ما ودنا نطول عليكم ودنا نخلص اللعبة بسرعة طبعا اللعبة طريقتها راح نختار اثنين كل اثنين يختارون وجهين طبعا عشوائي وكل شخص يقلد الشخص اللي طيح فيه كل شخص يطيح الوجه اللي يطيح فيه قلده طبعا الدرجات راح نقيم على الجديه وعلى تقليد الصوت وعلى تقليد حركه الجسم راح تكون الدرجه من 30 والفائزين ثلاثه بس فائزين ثلاثه والجوائز من الراعي ادخيل العود نسمع له تحيه
نبدأ الآن باختيار المتسابقين عن طريق القرعة. اسحب اسم يا بندر. أنا بسحب اسم. أحمد ربك تسريحك زينة. كلنا خلاص. طيب أنا سحبت اسم. اسحب اسم أنت. محمد الذهلي. أما المتسابق اللي سحبته خالد المحميد. اي هذه على جنب. طبعا راح يكون حوار بين الشخصين، كل واحد يقلد الوجه اللي اخذه. يلا انت وحظك. لا يا شيخ. طيب اللي ما عرف يقلد كيف هاد؟ اوف القلم. انا والله حقيقه قلم يا جماعه، معليش اللجنه ما معها قلم. اشوف اشوف اشوف. يلا يلا تعال نشوف. مشكله لازم استخدم اليدين. والله صرت فخم انا. لازم تستخدم يدين ان شاء الله. اسكب الولد. شو مشكلتي انت؟ مشكلتي طيب الحين دقيقه. وش هاي انا راشد. طيب اسمع دقيقه، وش المطلوب بالضبط؟ المطلوب سوي اللي تبي، اهم شيء تقلد الوقت. الوقت 30 ثانيه. مشكله ما لا خلاص خلاص مو لازم. خذ الوجه وقلده عادي. مو لازم. ما يحتاج اخذ. ما يحتاج عادي والله. ما يحتاج لين الحركات. ما يحتاج اخذ صح؟ ما يحتاج. اللي تبون كيفكم. طيب شلونك خالد؟ شلونك يا اصبر اصبر لحظه. دقيقه دقيقه نجيك كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه دقيقه. واحد اثنين ثلاثه. اوس يا راشد يا راشد الفخم. هلا والله هلا يا راشد. تكفى لا تقول اس، ترى تعبتني والله. حيل حيل تعبتني. ايش حقه وايش؟ يا راشد بقول لك كلام. الاعمال راشد ممكن اتكلم؟ ممكن اتكلم يا راشد؟ يسلم يسلم. الاعمال التطوعيه والله فيها راحه وسعاده يا اخي، ما ادري كيف اشرح لك. يعني قمه بالسعاده والراحه. انت جربت الاعمال التطوعيه ولا لا؟ اي جربت الاعمال التطوعيه. الا يا زين. لا 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 تكفى تكفى. لا تتعبني لا تتعبني يا أبخذك يا راشد للأعمال التطوعية تجربها، وبتحس بسعادة عظيمة عظيمة يعني ما قد شعرت فيها. أنتوا الأعمال التطوعية أنتوا بندر يا أخي. لا تغلط على بندر، والله بندر عزيز وغالي على قلبي. الحمد لله أنا جاني كاركتر. ها والله عجز عجزت مسكيني صح. اسمع الحمد لله. كيف جدية جدية الهذلي جدية تسعة. ثمانية حطه ثمانية. طيب الصوت لا أنا أعطيه أربعة. حركة ستة كم؟ طيب خلوا حمين كم؟ ستة. حركة ستة جدية ستة. الصوت تسعة. الصوت البطل تسعة. الحركة ما ضبط. سبعة سبعة. يلا نسحب اسمين الحين. أوه صاحب الشرف الذهبي تعال تعال. يلا يلا دقيقة دقيقة. لا ولد تعال. واحد لا تعال. يلا فرك وجه. ما عاد في وجه كنت؟ لا في ذمت. ها؟ اختار يا مهله. اختار لي واختار لي. يلا كل واحد اختار وجه. سريع سريع الربع. ما ارفع كذا وانزل؟ لا. احنا مشببين انا وياك. ترى عادي يا محمد يا مفلح عادي. تنزل وجه تقلد. ها؟ تنزل وجه تقلد مو لازم ترى. لا يلا شوف لا تطقطق عليها. طقطق عليك الحين. يلا يلا والله يا
الربع ساعة مشكلة مالك مالك يا اخوي ما اقدر ما اعرف اقلد الرجال ذا مرة شي حق سلمان لا محمد كذا دب يا ولد جيب لي شيء من شيلاتك لحظة اقدر غير الوجه لا ما خلاص والله ودي اقلد يا مفلح خالد واحد اثنين ثلاثة لحظة طبعا محمد كذا طوله ايوه عادي سولف انت وياه كان هذا محمد وكان هذا صاح الزيري سجاه مع العجوز صبيح انت قلت صاح كلنا سلمان بن عبد العزيز ما ادري الله يخرب بيتك قلت حركاته مشيت 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 حركاته شيء مشيت ترى بطيء ايوه يا رحي ابو مسلم الله يبارك كيف الحال يا محمد بارك الله يطول عمرك وش ما في اسمه ايه اسمع اطلب مني كم ها اطلب مني كم يا ولد اخلص من صنعت وياه اخلص يا ولد ما اعرف ما اعرف انا يا اخي ابو ذا ما عرفته خلاص اجلس ما اعرف الوجه انا ما اعرف اقرب طوله طول الزمزميه ولا حقرك كلنا سلمان بن عبد العزيز ما اعرف اقلده والله طيب يا شباب جت ملاحظه من الاداره انت من حقك اختار الشخص اللي تبي تقلده زين انا لحظه لا خلنا نرجع نختار الشخص لا لا معليش لا راشد لا لا القرعه لا 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 اسمعني اي القرعه هي اللي تفصل لكن كل واحد يختار هنا تطلع الموهبه انت بتطلع موهبه التمثيل تبغى اناقشهم اناقشهم وصول اللعبه كذا لا 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 تختار الشخص اللي تقلده يا واد لا يا مبلح خلي فيها راشد راشد لحظه لحظه تسمعون مني دقيقه تسمعون مني يا شباب ها عشوائي عشوائي تسمعون مني والله العشوائيه فيها لبده غير طبيعيه والله عشوائي خلاص يلا الله يسلمك طيب دقيقه كم يلا بصرك طيب طيب احنا ما عارف نقلد من هو خلاص اسحب اسمين عشان اختصر الوقت يلا يلا اطلع الاسم الثاني والخواجي اي وخرناها اصبر اصبر ما اخذت الثاني اي اخذت الثاني وائل وفارس يلا سيد ضايع لا 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 لحظه 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 لا لا ها يا اخي هات 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 امسكي يلا روح 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 سهله اشوف 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 انا اخوك لا وقف هنا بس 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 مولانا مولانا يا مولانا يا نجيب تعالى يبا يبا ابي 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 هبلي معك والله انها مقلب هبلي معك اقول لك ها نسوي استضافه وانا اجيب الزير يا اجيب الزير اجيب الزير يا حط سؤال في جيبك وكاني ما ادري يلا ها ليش ما تموت في البرنامج؟ عندك تعال 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 خلينا نروح سوا يلا يلا ها 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 يلا لا 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 في واحده جديده في واحده جديده ها هذه الثانيه اللي اسمها ها لا لا هذا قد راحت الثاني ثاني جديد اعطيك السؤال حق متى انا اشتغل في البرنامج كل الناس اشتغلوا احنا باقي ما اشتغلنا وكذا حسبي الله سجل سجل عندك سجل عندك الثاني شو الثاني حقهم صور الله يرحمه الله يرحم امه الله يورث فيه ايش 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 النوم ايش ايش لا من النوم الثاني لا مهم الشيء نزل يا رايش طيب ها خشمي اطول من وجهي يا اخوي نزل نزل كذا نزل كذا يلا طيب والله ماشي سؤال زيد فرصتك هذا حقه مسؤول طيب عندك سؤال الصمله ايوه زيد صملت ايوه يا سؤال الصمله سلام اطلع لك سؤال من جيبي خذ سؤال من جيبك يلا اقرا 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 تقدر تجاوب لا تقول ورقه فاضيه ابو جاوب يلا جاوب جاوب انا قد اني بعطيك سؤال الصمله يا ابو جاوب 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 مولانا مولانا يا مولانا والله ما وفقت والله ما وفقت يلا اسحب السوق عطني يلا سوق خلاص انت عبد العزيز سلامات ذا ما في خال وذا في خال وينه 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 سالم تعال اي والله تعال يلا تعال عز الله جت فرصه على كيفك بس ما طبقوها زين دحوم الزايد
لحوم اوكي والله لو سمحت يا ابو اختر وجه سريع سريع لحوم بسم الله قبل لا تقوم هذا من مبلح مبلح بسام يا بسام ولد دقيقة بطلع المستشفى بروح يا اخي ليه تحت ثانية يا اخي ترى ما اشوفك انا بروح الادارة عشان اطلع المستشفى يا اخي ولد تطلع بفلوسك لا بلاش يا اخي واسطي قوية شو نقول له ولد تعال خذني معك لا تطلع لحالي خليني في الديار ها سوق الله لا يرد عليك الله يسامح انا كبير يا قال مثل ما تنكبني انا اي والله انا ما اعرف اطق والله طيب خليك انت تسجل اسامي افضل لا بس زين انك ما جبت العيد لا والله بلاش يطبقني صح ذا وايد صلي على النبي. انا يوم كنت بالترم الاول كان واحد يغش معي وانا ما غشيت راحه انا يا اخي انا يوم بالترم الثالث كنت ما غشيت اساك بالله انت تحبني ولا ما تحبني؟ تحبني ولا ما تحبني؟ انا يوم كنت بالترم الاول ما غشيت بس كان يحبني هو والله شوف جدك انا اجيب منك جدتي ما نامت تقول من كثر القهوه الله يرحمها انا جدتي الحين ما نامت لا سنتين والله عبد الرحمن تحداك عبد الرحمن المطيري تعال صدق خذ من عليك الدارة صدق اما انا يا حبيبي انا سويت كل شيء بس ما خصم على الدارة اوه انا سرب الحين بنياك انت منو؟ انا بسام ايه دقيقة يا جماعة صلوا على النبي تكلم يا بسام وش عندكم بقريات؟ عندكم مولات؟ عندنا بقريات كل عندنا جبل عندنا جن وليه جاي عندنا؟ ها؟ ليه جاي عندنا؟ اقدم موهبتي بالتمثيل صالح كوتش اسمه؟ رميت صالح تعال يا صالح تعال يا صالح تعال رميت خلاص دي كم يا عبد المجيد فوزان عبد المجيد عبد المجيد يلا الله يرد امك على عبد عبد المجيد فوزان والله عاد اني انا بالتقليد اي كلام صاحب الصوت وصاحب الفخامة عمر الملحم كلنا للاسف ما منخف دم للاسف يلا اختار اكثر من هذيك بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن طيري لا شو اسمه سالم يلا شو الوقت خلهم يتفقون دقيقة هو والله طلع مجيد عادي تحطوا الحوار بينكم والله طيب اصبر عادي بالله يساعدوني
هذا متنبي. اي والله من الطيب. يا سالم شو يقولون عن المتنبي؟ ها؟ شو المتنبي؟ متنبي شو؟ أوه والله إنك تكلمت كلام مرة خطير عن المتنبي يا أبوي. لا يا أبوي لا خطأ. زين؟ يا سالم. اللي هو؟ عطني أي سالفة، عطني أي سالفة. أي سالفة؟ غششني طيب. غش ها وشو؟ وش؟ لا لا خطأ. أنا لحمية فيك طول الوقت. فيك لحمية؟ إيه. أوه ذكرتني بالفرزدق يا الله. كان في لحمية الفرزدق. يا الله يا الله. اليوم مش عندنا عند الخيمة. ها؟ والله ما عارف للأسف ولا تون نفسي خلاص اي كان عشان اسمين هنا هنا تعال تعال وش اقول ايش وين جاء انت ولا جاء غيرك لو جاء غيرك ما اقدر اقلب ما اذكر شيء ابو سالم تعال ابو سالم النحي هذا الثاني ابو الفاره طيري انا طالب كل سنه اقدر اجلس ما قلت والله ما اعرف خليني اجلس ازين انسان في امكان او قال ما راجل غير هذا اللي اي واحد الله يستر من طلع اس 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 دقيقه يا جماعه دقيقه تبدون ايه خلاص انت يلا 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 واحد اثنين ثلاثة تبت يدك ليش تسب ابو كاتم اهرج انت تكلم يا ولد دقيقة ها وش تبي والله شوف الا للشعر العرض الشعر ثلج أنا مكلوف بك أنا فوق المراجل غيمة ما تذب الأديمة والله شوف الشعر قبل ترى الحطية تكلم عنهم بعدين هم مضبطوا الحطية تذكر أنت الزير سالم يوم قتل أخوه تذكر الزير سالم لا ما كذاب والله أنت ما تعرف وين عبد الرحمن ملفي أنت ما تعرف يا قتل الزعل سعد ما تجي اللي تبت يدك غير ما تجي استغفر الله اسحب اسمين يا ابو فيصل اكو وجهنا وجهنا خلنا نربيه بس وجهنا وضعت دخل عيال صدق عبد الله بن دفنة سمك بسام تعال تعال بسام ساعد يا الله يا رب الوجه لنا انا شيد اللي شال الغزالي وش اسمه اخلص خذ اي واحد ها ها دقيقه وين هذا من لا لا دقيقة من هذا أول الله البلشة هذا أنا غلدني وأنا قايم زين غلدني وأنا قاعد صدر صدر ولا ولد ولد دقيقة 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 هذا أنا لا 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 هاي زين يا صادق الإحساس كن ملهما للناس ازرع بنفس ما زين هذا ما زين يا حبي ما زين هذا ما حياة نجومية هذه هذه أشكال نجومية ما زين هذا والله أنت يا شكلك إنك والله أنا أحبك تحب ما زين هذا هذا واو يا أخي بعد لا الغزالي مغرد الغزالي ما ذكرتك إلهي ما ذكرتك إلهي
نظرتك إلهي لا مالك دخل وياه نفسي تلقى ملامي زلان صاحي والله هذا غلط والله هذا غلط ما زين هذا يا أخي والله أنا أحبك يا عماني تعال تعال ولا جاني إلا أنت خالد والله ضبطت الدور يا صديق الإحساس ها؟ يا صديق الإحساس ما أدري أنا أنت أصبر برضو ضبطتك؟ يا صاحب الصوت الرخيم وين؟ ضبطتك؟ ما أدري ترى مغمض 208 خذ على طول خذ خذ يلا ما أدري وينك؟ ما فيش تمرات منو؟ وريني مين؟ وش الفيس؟ والله توقعت مين؟ تبادل؟ مستعدين يا شباب؟ ايه واحد اثنين ثلاثة احلى تحية ما بوش تميرات عندي قصيدة يا ابو كاتم يا اللي اصوص وانا حافظها يا ابو كاتم يا اللي تحية يا عيال انا بمسحب يا عيال انا بمسحب خلاص والله ما عارف اقلد امسك معليش والله ما اعرف ما كنت بشارك الله يكفينا شر الله يا ولد أول واحد سعد السبيعي روح هو ما في لا ما في قم يا ابو غنى قم ما ذكرتك يا رب مرجع خابرني اذا عندي بدي اداء باهت خذ انا صحيح الله يعلم وجهي ليه في توقع ما شفته بس اتوقع لا بس من هذا؟ من هو؟ بندر اسكت يا اخوي والله اسمع طلع تدري لا والله اذا استحديت بعد لازم احطه ولا اقلد ها؟ تحطه وقلد عشان بقلد يدين لا 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 ما في ما احطه عشان انتظر مستعدين حط روجي دقيقة اتذكر ذا وش قال لي دقيقة حسبي الله على الشيطان يلا نبدا جرح في الكلام والله ما انا قلت نسوي الحلقة دي بكرين الحمد لله ما يمكن ما هي الحلقة الأرض انت تهدي لي خلاص لا والله حلو دقيقة بعدين فيها غش انت معطيني اياها انا بختار ما اخترت ابدل ذكرتك الهي والله انا قلت النفس تلقى هو اللي معطيني اياها هو ما اخترت انا انت معطيني خلاص يلا خلاص في واسطه طيب انا بغير زيك عشان اعطيك اياها ابن حرام يلا يا وسام يلا ذكر الملك اصبر وين ذكر الملك سلمان يحتاج وقفه وش عندك انت تأكد أماني بالحلقة الأضعف هنا ما أنت بحلقة أضعف رجل والله ماشي والله ما أعرف عنك من في الحلقة مني في الذي ماك أنا والله ما أعرف عنك مش كبير بيرها إيدي نزل وجه ها نزل بدون وجه يلا نزل ليتني طحت يا هلو هلو بك يا هلو لا يا هلا هلا بك يا هلا صالح الزيري يا رب يا الخواجي يا رب يا الخواجي ما يبدل ما يبدل ما يبدل حط حط تحت حط تحت عشان ما يمورها خلاص رضيت يمين لا انا ما رضيت والله الغازي والله الغازي صالح حطها شغل بطل اصبر اصبر لحظه وايد استاذنك فيه ذا الجاكيتك هذا شلون تقليد والله زين
يعني اصبر اصبر. لا والله عادي اصبر. الله يجيك. ايه طب الماسك وين الوجه؟ ما عليه ما عليه عشان تقدر. ها تعال تعال تبغانا بوجه ولا بدون؟ لا بوجه بوجه. ثنتين الله يهينك. يا مسلم يا مسلم يا مسلم قول له لا. ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي. لا لا بدون 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 وجه. بدون وجه هزي. يلا خلص خلص. لا والله ما ارضى وجه. يلا يا صالح يلا يا صالح. عادي بدون وجه شوية بوجهه عاد تغير خلاص خلاص. هذا من هو ذا؟ راضي زين. واحد اثنين ثلاثة. اسمع اسمع اسمع. نزل نزل وجه نزل وجه. اسمع اسمع. يلا يلا تعال. اسمع اسمع اسمع. انت انت ابو كاتم زين. لا لا يلا طيب اوكي. انا الحين وايل خواج. يا عيال يا عيال فكيت الجبس يا عيال. شندك. طيب اسمع طيب اسمع اسمع. اقسم عليه اقسم عليه. يلا اسمع اسمع. اقسم عليك 150. يا ابوي ايش سويت انا؟ اسمع وش. لا لحظه وش قصيدتك؟ ما هو لا السبب قافل ام جوا. السبب قافل ام جوا. صالح 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 كم اتصل ما ادري وش يقول. صالح وينك يا صالح؟ تعال عاد. راضي 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 راضي. دقيقه دقيقه دقيقه. العلا فيها من التراث ما الله به عليم. يا ابو ترى سجيت انت والعلا كل شوي علا. اصبر 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 انا عندي كلمه على الهواء. اسمح لي يا استاذ ناصر. اسمح لي يا استاذ. اصبر خلني اجيب حقته كذا زين. يا راضي ولا لا؟ تاتا. اما العلا فيها من التراث والجبال ما الله به عليم. حتى فيها الجن. احسن واحد طبق صالح. اتمناك وجيت. كذا كويس. سبحان الله اتمناك وجيت. طيب يا الربع. ها؟ طيب يا الربع يعطيكم الف عافيه على تفاعلكم. الحين بنعلن عن النتائج. جوائز من تخيل العود الراعي الرسمي. فاز معنا بالمركز الثالث. لا عفوا المركز الاول اول شيء ولا تبون الثالث؟ الثالث. طيب تعال. لا رن الجو. في اثنين متعادل. تصير واحد واحد. سبحان الله يبغاها ابو محسن وجد. طيب شوف انا شوف شوف من انت كنت دايز 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 اتوقع الثاني. طيب في الحركة في الحركة مضبوط. طيب هو افضل حركة. ما حد قال لك عبد الله بن دفنة ترى بقى اثنين. ايه اللي هو انا وبندر يعني بس احنا ما احنا. ليه ليه ما تقلد؟ يا اخي انا مقدم المسابقه ما اقدر اقلد. لا اذا انت خلصت خليك بقى متسابق. طيب اسمع يا الربع ابى اشرح لكم الوضع كالاتي. اعلى درجه من 30 طبعا 26 في اثنين تعادلوا فيها. حلو. في برضه لا لا وفي واحد حصل على 25 درجه واحد على 24 عفوا اثنين على 25. فأنتم كيف تبون النظام؟ أقول لك النظام اللي باقي عندنا. لجنة يا أخي. لجنة طلع ثلاثة بس.
ما في وقت ما في وقت لا 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 باقي ربع ساعة متعادلين يطلعون ايش تقدروا شخصيتين شخصيتين باقي متعادلين ايوه 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 شوف شوف عادي 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 يا قلبي متعادلين متعادلين خلوهم يطلعون الاثنين الاخيرين خلاص طيب الاول انت صالح صالح طيب المركز الاول مساعد حماد المركز الثاني عبد المجيد طويرش المركز الثالث صالح الزهيري هدايا يعطيكم العافيه وبيض الله وجيهكم على التفاعل هدايا هدايا وين هدايا ما ادري هدايا وين هدايا هدايا جايه تخيل العود امشوا ما بنفس العطر لا لا خذها على كيفك روح في ناس طبقت من محمد الذهلي محمد الذهلي لا اطورش مشو مساعد مطبق وصالح اصلح الاول يلا يلا وشو والله طبق قفل قفل هي قفل هي خلاص كان كل شيء مثلا لو صاروا خاص بكرة عشان وين منير وشو احنا نقيم على الجدية على حركة على شوية الحين يسوي شوف لا لا خمسة هذا احنا جينك انا شاو ايه الحركة الصوت أطوي إيش اسمه عبد المجيد إيش اسمه محمد الذهلي أخذ على الصوت 9 من 10 9 من 10 وشيبي على درجة أخذه هو الصوت المركز الأول أبو غير عجيب يلا حيهم يا ابو سامر هذا مجيد مجيد تعال لا 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 ما تحط احنا خلاص سجلت مجيد احنا اربعه اشخاص يا ولد خلص خلص هنا يا امام يا البنك البنك ما عجبك بالاسبوع خلاص ما في بنك والله كله بالورق نجي نريد نعرف رصيدنا ها يلا نريد نعرف رصيدنا اخر اسبوع بس جيب لي عطنا صفر بالله لو طلع لك انا تقدر تجيب يا عيال يا اخي ما انا والله زين طلع له انت صالح يعرف يقول صالح يعرف يقول يا بندر والله ما يعرف يقول بندر جيب لي معك دايت بالله والله ما ايه يحرف يقول لك بس محمد هذاك هذاك محمد يقول والله ما اعرف قلدني الكذاب محمد في جديد محمد نادي محمد فيها همك هذا خالد شوف محمد خالد خالد دايت بالله دايت خالد انا بعد دايت ما شاء الله حكم ايش والله اظن من اول ما سواها صعب في يوم اللي طايح بطني جعلي والله والله يا محمد عمدي دار يا عدار يا ذيبا مروح بندر يا سيد محمد اكو مسافه راح اسويها بدك تخطط لا لا بدك تخطط بندفنا عشان تكتب وال يا كل في معاصير اليوم يا ولد حسابي خساره الحمد لله عمر ما يحب عمر لا ما لا ما 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 عرفت له انا انا سالت مفلح ولا دقيقه دقيقه هو والله والله في ناس رفيهات شوي بس والله مضلنا مع شوي والله العظيم كل ما سواها صالح اليوم ضحك لا لا صالح ما تبغي
حماد 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 داي خالد حبيبي طالبين 10 تصفيق 30% منها كم؟ لا 8 والله والله يا معلم سلطة حمص شيء 10 ريال صح؟ في احد اخر في احد اخر 33 يعني بس هذا ادخل 400 حمص اي شيء تدري كم بيجيكم 250 الحمد لله اللهم لك الحمد لله محمد في احد سرق الحمد لله انتم ما اشتغلتوا زين كلش تخطيط خلاص انتم اتوقع كيف ما حمص انا دافع بروح اجيب وجه على ما حمص دافع نص صحن بروح اجيب وجه اجيب انا لا بروح اجيب انا الربح كله 50 انتظر قبل انتظر ها لو انا رافع النسبه راح اجيب 50 خلاص ماشي امل وشو حمص انا حاط خليه نحمص والله ابي ابني تعال تعال ايه شاركنا شاركنا طيب شارك هذا كوبك انا جديد هذا كوب صح في احد معك هنا مع مع خالد مع خالد كوب هذا بنو كوب هذا جديد هذا كوب هذا كوب كله احنا نركب شارب من بدا انا مع عمر زبطنا وابي دايت تكفى مره ما فيه محمد انا مع ذا كم بتجيب صيخ راضي وين راضي وين كم صيخ غير من برا يتمشى ارفع وايد بدي نجيب كم نجيب نجيب شو ما بس ياخذ كم امسك امسك 10 صيخ ب 10 مو بريدول لا اي لا لا اسف اسف نسيت 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 الحين قلت له 4 ساعات نسيت نسيت شو وضعك انت يا ابو وشو صيخ يا عيال صار في عطل لا انا افكر 4 ولا نقص 12 احنا يا كابتن انا افكر 4 ولا نقص حسست انها ماكينه صار في عطل 4 خلاص يا خلاص صار في عطل مبلي 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 يا مبلي اغسل 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 الى انهم عرفوا يزودون خمسه منك وخمسه بالثالث انا اقول اسمع 4 صياخ وخمسه صح اذا خليناها 3 صياخ 5 صياخ 6 صياخ كذا صير محمد نبي 6 صياخ بكم اليوم مشاوي ما قد سويت مشاوي كذا برا ها عندي يبغى شيء السلطات وصلتكم ملعقه انا وزهج لازم كله بصحن اول من دخل هنا وطلبت متبل وحمص ما في ما في حبيبي لا والله انا ثاني مره وانا اطلب اول واحد على وجهي خطا ان شاء الله ان شاء الله ابشر طال عمرك بكره باذن الله اجيب المره الجايه والله انا ثاني مره الله يسعد الله يسلمك عليكم عدرت حنية طيب كيف عدرت حنية قبل أيام سق الله أيام الإدارة والله يا حين ما يمدي نمشي من هنا إلا كلهم في محله عدرة 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 جسد لي عدرة اي والله والتغير الربع بينه ورعية للأسف خالد يا خالد الصلع على مشويات هنا هنا خالد طول بالله زين عبر السلط طيب حبيبي ورا من السلط السلط نزلها سلط هنا عندي عصير يا حبيبي السلطه يا ما انت مسوي سلمان يحتاج وقفه ذكر الملك سلمان يحتاج وقفه يا جبع على الشعب السعودي يا حيه
لا ما أهدى ما قال ما هو كذا والله كذا والله كذا والله كذا صح والله كذا يعني عشان قلت ما هو كذا أنا البسيط اللي لا 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 بس كن دائما متفائلا فهذه حياتنا انا وانت هم نختار هذا خالد خالد الله خالد اول ما انطلب حنا خلع عجلة تكفى اوكي كمل خلص وانت كمل اول واحد بعد سلك يعني محمد عثمان والسده والسده الهنا والعافيه عليك يا رابع عشان عافيه دقيقه 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 ايه بنت سجل خلاص بالعافيه بالعافيه من هذا ما لاحظت في دقيقه 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 واحد 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 خخ ونوف دقيقه حسبت لا خل عرض مسرح يباشا عبد المجيد هذا عرض مسرحي ايه قلد الشباب اوه مثل بالله قلدني قلدني انا كذا ايه 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 والله كذا يا حبيبي انت اصلا ما تستاهل 50 لانك تستاهل 100 او ماي جاد تخرب تخرب حلوه والله قلت خالد بالله منور بلاطه والله جزء هذا لازم شنب قلت ها حبيبي فوزا قل مساعد قل مساعد يلا جيب وجوات حمد لا قل انا مساعد ماني يركض مساعد مساعد قلت قستحتر نسيت يركض يركض لا خلاص ما تشوفني اليوم تواضع جالس لا لا دقيق خليني اتذكر الحركات بس يركض يركض انا قلت سنه لا والله ما ادري والله ما ادري ما رحت نصت ولا جيت شلون شلون تأخر والله والله ما ادري والله تأخر يا بندر العلي يلا سلام يا بابا هاي مكب هذيك ما شاء الله حبيبي خالد 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 اول ما طلب حنا خلاص جاهزه كلها جاهزه كلها جاهزه ما في سلطات وي والله خلاص 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 من اللي مرمل؟ وش هذا؟ هذا 12 سيخ من اللي طلب 12 سيخ؟ من اللي طلب 12 سيخ؟ 12 سيخ هناك ليش 12 سيخ؟ يلا 12 جبه 12 12 طلبنا ما بوش والله يا ولد ولد لك غدا تغذيت وعشا تعشيت تكون واليوم غدا وعشية ورفاهية ومشويات تسع باقي ثلاثة هذا حال الدنيا باقي ثلاثة يا خالد العباس والله لو نجيب لكم ملذة وطاب انكم تسعى
عليك يا شاهد الحوار تسحبون وتسحبون بالغصب بالغصب اي والله اي والله الناقل يقول الناقل مغصوبة ما تدر يا سالح اي والله العظيم انك اي والله الناقل مغصوبة ما تدر هنا 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 هيزان ولا شاني او حج على هزكا زين ولا كم سيخ باقي كم باقي 12 سيخ جبت طحينه هذه 12 طحينه هذه ما هي 12 طحينه والله 12 يا سيرفس يا سيرفس يس ترى اللي طالبين قبل ما نروح للفت يا غالي ما في طحينه انا بطحينه خلص الطحينه هنا زودنا ما في لا دقيقه دقيقه ما هو ناس والله ما نزل ما في السيخ يلا ما اقول 12 صيخ 12 صيخ انا طبيعي احنا والله بشتغل انا اذا ها اذا اي كذا اشتري عليهم والله من جد طيب ايه يلا يبيض وجهك ايه اللي يبارز لي يفوز علي وجهه وجهه يلا قول منو خالد جبت خالد أتيتكم من بلاد الفرس وصلت بنا عليك تعال ها سلام والله عندنا ما نصفه صراحة ما تكلم عني من الثاني؟ اسحبوا خبز السرعة لا خبز يا الحماس ويري اسحب الرجال ايش؟ الله يا ابو سعيد اسحب اسحب انت زين هذا الرجال هذا يا باشا تصدق الامر انه بيقول هذا عمر من اللي كان باقي؟ ها؟ انت خايف مني ما والله ما في ولد فتت ها؟ فتت وايد سمو من هذا تبغون ازيد؟ حلو التعديل يلا يا جيل يا اسين الحياه وانت تشوف محمد الدهلي يا باقي لا خلاص ما باقي سالم سالم كم الساعه يا زين ها دخول ها سالم ها ثلاث دقائق ثلاث دقائق هنا كم 10 دقائق ايوه انت عندك فن تيكيت 59 احنا ما عندنا هالفن هذا تعرف مقدمه يا طويرش مقدمه دقيقه ساعات كم كذا يومنا في ساعات الا دقيقتين عبد الرحمن خلي التيكيت سم والله انت مخرب سم يا عيون عبد الرحمن ولا لا عيونه ولا مويه يا قلب عبد الرحمن لا تكلم ايش رايكم سحبتوا على فارسكم فارس القبيلة هذا عنده هذا يطلع انت شوف طريقة لك لو وصل يدك يدري اني قوم هم والله انا قبل ما نروح للبرنامج انا خلاص قررت اغزوهم بس شوف يا راشد والله انسان على قولك شيبان قرب المعشى قسم بالله ما بيني وبينك فرق شيبان يقول لك من قرب المعشى يعني انه رب البيت فيه كاميرات دعوا الله فيها ما فيها خوف والله ان انت والله لا والله ياخذوا غلط انهم يشوفون هنا دخلوا علينا انت هناك سحبه من تحت حق ضريح انت ها بالله محمد حبيبي محمد وانا اليوم احنا نقين 3 ريال له ها شلون قبل ما يجينا ها لا على الفطور والله تخيل عبد المجيد يقول لنا ان العشاء ذا اليوم يدخل في حسابه
انا ما ظن الشعب الحسابات عطيتهم ورقع قوم منه يا ما شبعتنا عميس لا بكره بكره يا عميس ما عمري شفت ولا ادري اشوفه يا عميس تدري شو معناته نروح بالله فلفل انا ما عمري شفت خلي متى بالله واحمر اليوم انا بدري والله البال شافت والله مدنيهم قسم لا يتعبوني نفسيا والله انت صاعد بيجيبون اكيد برنامجكم المغرب اكيد جب سلطنات عندهم الله ينجز الحد صدق من لا والله ها وش اللي يفرق؟ تدري انه كلني بيشتغل هذا يا ولد انا خايف ايش؟ يحتاج وقفه خايف يا طويل العمر اذا جت جاء ابراهيم يصير كل الدعوه برامج وفقرات ما في ريلتي ما في سواليف ما في شيء لو وقتك بمشي لان كلني بيشتغل بعد الطلب بالله ولا اول شيء صح حالي يا شباب كلهم راحوا عشت ها؟ والله ما تسوى الريال ليه من اللي يقول؟ شلون؟ عندك 12 ساعة 15 نفر 14 نفر 16 نفر طيران طيران ما بتتخيل تشوف تغمض كذا